على مدار حياتكم بتحطوا فلوسكم على بعض كده؟ تحطوا إيه؟ مقطع؟ لا لا. ليه بقى؟ بس ما حدش لا 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 اي حاجه تيجي يا انا ادفع يا هو يدفع واحد في الدفع تمام انما في المجيء لا طبعا فلوسي لوحدي ومين معاه فلوس اكتر دي مهمه قوي على فكره برضه لا بس حقيقي ما فيش فرق يعني ما يعني عمرنا احنا ما نعرفش بنصرف ايه يعني ما فيش ميزانيه للبيت تمام يعني احنا واحنا شغلتنا بالذات صح يعني يوم معانا ويوم ما معناش يوم نمسك ايدنا شويه ويوم نزود الحمد لله ربنا يفتح بس يعني انا بسيب شنطه قد كده فيها بقى هي بقى اتعلمت البنات اتعلموا كمان يبقى ايه والشنطه في ايه عارفين عارفين مكانها خد يا دلال وانا عارف تكون هي قبضة وبتاع انما عادة بقى وريني بس الشنطه ده 200 جنيه لي خد لا الحمد لله عمرنا ما اختلفنا في لا في الحاجات في دي المسائل الماديه الحمد لله يا رب ان انا بسمع بلاوي يعني ما بين الناس لا 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 يعني بالورقة والقلم وانت صرفتي كم وانا اللي جبت كذا هي كده والله والمصحف هي كده عمرنا يعني يعني مثلا بتاع الكهرباء يخبط انا اللي فتحت يبقى انا اللي هجيب الفلوس وادفع سمير كده هعمله والمصحف حرام عليك طب انا عايز اسالك على حاجه يا ديدي انت شايفه انه اصلا الست المفروض فعلا ان هي تشتغل وتساعد جوزها ولا لو لقيته مستهبل وعامل ايه مش من هنا كده تبتدي بقى تلم الدنيا نعمل ايه لا طبعاً يساعدوا بعض طبعاً حتى لو هو مبطرخ وهو لو في أيام مثلاً لقدر الله ميلت معاه شوية لازم تساعديه يعني مجلس طبعاً لازم هي اللي تسد لازم تساعديه تطلعي وهو نفس الشيء برضو أهو هو نفس الشيء بس الجزئية اللي فاتت دي مهمة طب إمتى الست توقف ده؟ ها؟ لو حست ان ايه حصل لقيته جبله بقى اهو دي معتقد الله اهو انت تصدرني في الكلام اهو لقيته بقى جبله بقى ولقيته ما حصلش والله يا استاذ سمير انه قصير والله انه كده والمصحف ايدي فرطه ما بتطولش جيبه والله ايدي فرطه دي رجاله دي حاجه شنطه حمراء واملاها وسيبها من الشنط من عندها وبعدين الراجل البخيل بيبقى بخيل في كل حاجه بيبقى كرشه كبير لا بخيل في كل حاجه بخيل في عواطفه انا مش كرش والله بخيل في حبه في حنانه الحمد لله دي والله لا في ناس اعوذ بالله يعني دي لا فينا ولا في البنات لا الحمد لله الحمد لله حتى بيجي وده برضو اتعلمناه من اهالينا ايوه يعني انا والدي الله يرحمه اوكي راجل مات كان صعيدي وجميل ومات لواء شرطه وكل مرتبه اللي كان بياخده من الحكومه أمي الله يرحمها كانت معيشانا أكننا مليونيرات بالبساطة قوي هو الله. كان زمان فيه بركة طبعا يعني طبعًا. يعني وأنا في الجامعة بعد ما سبت كلية الشرطة وجاتني حالة نفسية بقى كده وبتاع ودخلت الزراعة في اسكندرية أنا كان المصروف اللي بعتولي من المرتب 10 جنيه يعني مرتبه فقط لا عنده أرض ولا حاجه بس الام بقى الست هي المدبره صح كانت صح امي الله يرحمها ما شاء الله كانت يعني أسطورة. هو واضح ان حضرتك طبعا ما شاء الله الاصول الجدود حلوين والامهات حلوين وحضراتكم حلوين وخلفتوا لنا اولاد ربنا يحميهم يا رب يعني فانا عايزه اطلب منك طلب بقى تطلعينا فاصل بالبتروخ جمبري يلا نطلع فاصل نطلع فاصل في الكاميرا بتاعت حضرتك لا نطلع فاصل وايه استنونا